لأن قضية تحديات سوق العمل النهاردة مع التطورات التكنولوجية وبالذات بعد جائحة كوفيد بقت من أهم القضايا التنموية اللي بتناقش على مستوى العالم وأيضا على المستوى المحلي. وتشريف السيد الرئيس النهاردة هذا الجلسة النقاشية بالذات يعني أكبر دليل على اهتمام الدولة المصرية بهذه القضية. أنا هتكلم دكتور خالد ردا على سؤال حضرتك أو السؤالين، يعني هقسم المداخلة بتاعتي في نقطتين. النقطة الأولانية إزاي التغيرات والتطورات التكنولوجية بتأثر على سوق العمل والمهارات المطلوبة، وإحنا كدولة مصرية إزاي إحنا استعدينا لمواجهة ومواكبة هذه التطورات وهذه التحديات. التطورات طبعا التكنولوجية المتسارعة ودرجة انتشارها أثرت بشكل كبير جدا على عملية الإنتاج وبالتالي على هيكل سوق العمل نفسه وعلى التخصصات اللي بقت مطلوبة في سوق العمل. والحقيقة ده يمكن بيختلف من دولة لدولة طبقا لدرجة انتشار التكنولوجيا وتأثيرها على القطاعات المختلفة، وبيختلف أيضا زي ما حضرتك اتفضلت بالهيكل العمري للسكان وأيضا بمزيج المهارات اللي الدول بتوفرهم للسكان بتاعتهم. لما نبص النهاردة على المهارات اللي بقت مطلوبة وزي ما يمكن حضرتك ذكرت في كلمتك والزملاء في مداخلاتهم، مهارات اتغيرت، وظائف المستقبل بقت تتطلب مهارات مختلفة. نتكلم النهاردة على علوم البيانات الضخمة البيج داتا، على الروبوتكس، على الارتفيشال انتليجنس الذكاء الاصطناعي، على ايضا مهارات اخرى سلوكية خاصة بالقيادة، خاصة بالتحليل النقدي. كل المهارات دي بعلوم الفضاء، كل هذه المهارات الحقيقة بقت كلها مطلوبة لوظائف المستقبل. الـ OECD منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتقول انه بناء على الاوتوميشن الاتمتة اللي بتحصل هناك 14% من الوظائف معرضة للخطر، ولكن هناك 32% من الوظائف محتاجين ان احنا نكثف ونغير المهارات عشان يقدروا ان هم يتواجبوا مع سوق العمل الجديد. وبالتالي بتبقى القضية الأساسية ان احنا ازاي نقدر ان احنا نقلل الفجوة بين سوق العمل الموجودة، لان انا عندي في سوق العمل سوق عمل بقى متطور ديناميكي، تكنولوجيا أثرت عليه بشكل كبير جدا وبقى محتاج مهارات مختلفة، وبين العرض بتاع العمل والوظائف اللي بتطلع لي كل سنة. لأنه لو ما حصلش النهاردة تطور في المهارات هيبقى عندي فجوة كبيرة بين العرض اللي هو الخريجين، وإحنا النهاردة بيتخرج من عندنا في حدود من 800 ل 900 ألف خريج كل سنة، وبين الطلب على سوق العمل. هيلاقي إن في ناس عايزة موظفين ومش لاقيين الخريجين اللي بالمهارات اللي هم عايزينها. طيب اهم نقطة عندنا الحقيقة في، هنتقل للنقطة الثانية، الاقتصاد المصري واحنا بنعمل ايه. ومن اهم نقاط القوة اللي موجودة عندنا هي ما يطلق عليه الميزة الديموغرافية، هيكل الديموغرافي بتاعنا. عندنا الشباب ما بين 15 الى 29 سنة، دول 35% من حجم السكان، وهذا ما يطلق عليه ديموغرافيك ديفيدند او ميزة ديموغرافية. احنا عملنا ايه بقى كدولة مصرية عشان نواكب هذه التطورات الكبيرة اللي بقت محتاجة مهارات مختلفة تختلف عن المهارات التقليدية. اول حاجة احنا عملنا الحقيقة هقسم الجهود الدولة المصرية الى يعني عشان الوقت خمس محاور اساسية. المحور الاول كان في منظومة التعليم الاساسي، ووفقا لرؤية مصر 2030 احنا كان عندنا هدفين اساسيين، الاتاحة والجودة. ففي الاتاحة احنا زودنا بقالنا 4 سنين، وسيد الرئيس كلف الحكومة الرؤية والبرنامج يبقى برنامج بناء الانسان، ففي زيادة في الاستثمارات 100% سنويا في الجامعات على مستوى مصر، بحيث ان انا بقدر اوفر للاجيال القادمة اماكن في الجامعات. الحاجة الثانية هي الجودة. الجودة دي كانت تتطلب ان انا اشوف العالم وصل لإيه، وبالتالي حصل شراكة. وزارة التعليم العامي عملت شراكة كبيرة جدا مع عدد كبير
من المؤسسات التعليمية الدولية، من أفضل المؤسسات التعليمية الدولية. الحاجة الثالثة إن إحنا في محور التعليم أيضا، إحنا أيضا كان هناك توجيه وتكليف بالاستثمار في البنية المعلوماتية في الجامعات المصرية، فاستثمرنا بشكل كبير جدا عشان يبقى في تقدم وتطوير في المنظومة التعليمية، بالإضافة إلى التخصصات الجديدة وهي التخصصات البينية اللي هي النهاردة العالم كله بيتكلم عليها. يعني أنا ما أقدرش أتخرج عندي تخصص اقتصاد بس زي ما كنا بنتخرج زمان، ولكن بقى في دراسات بينية بين الكليات المختلفة، بقى في health economics اقتصاديات الصحة إلى آخره من التخصصات. المحور الثاني كان محور مهم جدا جدا، وهو منظومة أو التعليم الفني. ودي الحقيقة منظومة كانت بتعاني في مصر في السنوات الماضية من وجودها في عدد كبير من الوزارات. الخطة اللي دولة الرئيس أطلقها، خطة الإصلاحات الهيكلية، كانت بتركز على سوق العمل، لأن احنا دولة عدد سكانها كبير، ولكن زي ما قلت عندنا ميزة ديموغرافية، فكان مهم قوي نهتم بمنظومة التعليم الفني. فمنظومة التعليم الفني النهاردة بيعاد هيكلتها تحت هيكل واحد، بحيث نضم كل الجهات اللي بتشتغل على منظومة التعليم الفني. النهاردة بنتكلم على منظومة وهيئة خاصة بضمان جودة التعليم الفني، بنتكلم النهاردة على شراكة بين الدولة والقطاع الخاص اللي هو الشريك الأساسي بتاع الدولة في عملية التنمية، هو النهاردة اللي شريك مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في كل المدارس التطبيقية والمدارس الفنية. نتكلم النهاردة على لأول مرة في مصر هيكون هناك مهارات قطاعية، مهارات قطاعية يعني Sector Skills Council، مجالس بتشرف على المهارات المطلوبة في كل قطاع عشان أضمن أن خريجين دول فعلا يبقوا ملائمين سوق العمل. مش بس كده، احنا أيضا في إطار منظومة التعليم الفني بنربط المدارس بالمشروعات القومية. هناك عدد من المدارس الفنية مرتبطة بالمشروعات القومية، عندي أيضا مدارس تطبيقية مرتبطة بالمناطق الصناعية مع وزارة الصناعة. الحقيقة الربط ده والشراكة اللي موجودة في منظومة التعليم الفني مع القطاع الخاص، وان الناس بتشوف بيبقى عندهم تدريب بيتخرجوا بيلاقوا وظيفة، وبيلاقوا وظيفة بعائد مجزي، ده خلى الصورة الذهنية والصورة المجتمعية لمنظومة التعليم الفني تتغير، ودي كانت احد التحديات الكبيرة اللي احنا كنا بنقابلها. بالإضافة لكده برضو هناك منظومة كبيرة جدا لأكاديمية خاصة بالمعلمين، لأن المعلم هو أساس العملية التعليمية، ففي أكاديمية الخاصة بالتعليم الفني وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتعكف عليها. المحور الثالث هو الاستثمار في المهارات السلوكية والمهارات القيادية. السيد الرئيس أطلق الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب على القيادة، ودي النهاردة بتوفر عدد كبير جدا من القيادات، بيأخذوا مجموعة كبيرة جدا من المهارات لفترات زمنية طويلة عشان نضمن فعلا أن لديهم المهارات القيادية اللي هم يقدروا يقودوا فيها المؤسسات المختلفة. مش بس كده، برضو بياخدوا برامج المهارات الخاصة بالتحليل النقدي والتفكير الإبداعي، ففي مجموعة كبيرة جدا من المهارات بتتم في الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب على القيادة، وإحنا بندرب الشباب وبنمكنهم، فهناك عدد كبير جدا من هؤلاء الشباب النهاردة معاونين للوزراء، نواب للمحافظين إلى آخره. المحور الرابع هو تعزيز المهارات الرقمية. المهارات الرقمية النهاردة وزي ما حكوا شفتوا وسمعتوا، وظائف المستقبل بتحتاج قدر عالي جدا من المهارات الرقمية والتكنولوجية، فكان مهم جدا انه الدولة تستثمر في هذا النوع من البرامج. عندنا وزارة الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات عاملة مجموعة كبيرة جدا من البرامج الخاصة ببنات مصر الرقمية، بتدي ماجستير في تخصصات كلها اللي مطلوبة لوظائف المستقبل زي الأمن السيبراني، زي الذكاء الاصطناعي. عندنا أيضا مبادرة مستقبلنا رقمي، دي للتدريب قصير المدى على المهارات الرقمية. الدولة أنشأت مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة، ودي هتكون مركز إقليمي للإبداع والابتكار، متخصص في كل التقنيات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي، في الإنترنت، وفي البرامج المختلفة.
أيضا معهد الحوكمة والتنمية المستدامة، لأن عندنا في فرق بين بطالة الإناث وبطالة الذكور، وأحد الأمور اللي بتؤثر في بطالة الإناث هي الفجوة الرقمية، ففي برامج مكثفة لتدريب برنامج اسمه هي مستقبل رقمي لسد هذه الفجوة الرقمية. المحور الخامس بقى اللي حضرتك اتفضلت عليه وهو ريادة الأعمال، والحقيقة ده محور مهم جدا. ليه؟ لأن احنا النهاردة مع حجم الخريجين من سوق العمل وبنستثمر في الميزة الديموغرافية اللي عندنا، احنا عايزين الخريجين بتوعنا يخرجوا ما يبحثوش عن وظيفة ولكن يخلقوا وظيفة لهم ولزمايلهم. فكان من هنا اهتمام الدولة المصرية بالاستثمار في برامج ريادة الأعمال. عندنا الحقيقة عدد كبير من الوزارات بيشتغل في برامج ريادة الأعمال عشان نقدر ان احنا ندرب الشباب على ريادة الأعمال، لانه منظمة العمل الدولية بتقول أكبر مصدر للتوظيف هو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، دي أكبر مصدر لخلق فرص العمل والتوظيف. فاستثمرنا بشكل كبير جدا في برامج ريادة الأعمال. عندنا مشروع رواد 2030، دربنا أكثر من 460 ألف طالب في المدارس على ريادة الأعمال. ليه؟ لأنه الحقيقة ليه بدأنا من المدارس؟ لأنه ريادة الأعمال محتاجة مايند سيت، محتاجة فكر، محتاجة ثقافة، يمكن ما الشاب ولما بيكبر ما بيبقاش عارفها، فكان محتاجين ان احنا نبدا على مستوى المدارس وندرب على رياده الاعمال، حمله ابدا مستقبلك، برامج التدريب رياده الاعمال في الجامعات، بالاضافه الى انشاء مجموعه كبيره جدا بالتعاون مع وزاره التعليم العالي ووزاره الاتصالات، بننشئ حاضنات للاعمال عشان الشباب يشوفوا هذه الافكار وتقدر هذه الافكار تترجم الى مشروعات بالتعاون مع مجموعه من ما يطلق عليه الانجل انفسترز، او اللي بيساعدوا مجموعه من المتطوعين بيساعدوا الشباب ده على ان هم يخلقوا ويحولوا احلامهم الى فرص عمل حقيقيه. ايضا هناك جائزه مصر تحت رعايه السيد الرئيس، جائزه مصر للتطبيقات الحكوميه. كل هذه الافكار وكل هذه المبادرات هدفها هي مزيد من خلق فرص عمل للاستفادة من الثروة البشرية ومن العنصر البشري ومن رأس المال البشري الكبير اللي موجود في مصر. شكرا يا فندم.